الجيولوجي وتجار المخدرات عم يتواصل. المداهمات عم تتكرر بكل المناطق من دون استثناء. رجال الشرطة عم بينفذوا عمليات نوعية والهدف منها شل قدرة تجار المخدرات بالمناطق واعتقال أكبر عدد ممكن منهم. مين بدك؟ وصلت المعلومة لمكتب مكافحة المخدرات المركزي. مروج مخدرات بمنطقة الدكويني بساحل المتن الشمالي. بأصدوم متعاطي مخدرات للموقع اللي هو فيه. موقعه ثابت وما بيتغير. بعكس المروجين اللي بيحددوا مواعيد لزبائنهم بأماكن مختلفة. شو هي المهمة؟ هي المهمة في شخص ملقب بالعصفور بروج مخدرات بمنطقة الدكويني مقابل شركتي هون بمدخل أحدى البنايات. وهذا الشخص معروف يعني أنه محمي من أشخاص بالبناية. مجرد ما أي دورية بده تدافنه يصرخ بيساندوه من فوق بيعوصه بكذا. هلأ مبدعياً نحن عنا مخبر حيتصل فيه يجرب يضحره لبرا ما نقدر نسحبه نحن ونضل ماشيين. أوكي، وإذا صار إطلاق نار؟ إذا صار إطلاق نار يعني بدنا نرد على مصدر النيران أكيد. معقول يصير اشتباك معه؟ احتمال، نحن بنحط الاحتمال الأسوأ على طول، انه هالشخص يمكن يكون مسلح ما يكون مسلح شغلاتنا معه. طيب بدك تنطلق بدك تجيبه هلا؟ ايه؟ طبعا هلا بدنا نمشي ونروح. قرر رجال مكتب مكافحة المخدرات انه يعتقلوا. تم الاتصال بالمروج من قبل احد الاشخاص وطلب منه التوجه لعنده بحدود الساعة 5 لاستلام البضاعة. توجهت القوة على منطقة الدكويني. نتيجة الاستقصاءات تبين انه ممكن يكون في تواجد لبعض المطلوبين بمكان قريب من تواجد الهدف وهن مسلحين. ومعقول انه يطلقوا النار على رجال الامن لمنعهم من توقيف مروج المخدرات. القوة انتشرت على طول الطريق العام وتوسعت. قسمت المجموعات. 2 بيستدرجوا المروج لخارج الشارع للبقاء تحت عيون رجال التحري. مجموعة بتقوم باعتقال الهدف ومجموعة بترد على مصادر النار في حال حصل أي اشتباك. صار صار قدرت القوة من اعتقال الهدف وطلبت المؤازرة من عمليات الشرطة القضائية للمؤازرة وللبحث عن مطلقي النار اللي هربوا لجهة مجهولة. كله بخير
حشيش كوكايين أربعة لا اسمعوا شوي أربعة كوكايين وشافت حشيشة طلع فيه شوي نحن دورين مكتب مكافحة المخدرات أنت شو عم تبيع؟ شو عم بتبيع؟ يعطوك الأغراض شو هني؟ مخدرات قدي بتبيع الظرف؟ 50,000 كل يوم قديه بيعطوك كم ظرف؟ شي 10 ظرف انت بس بتضلك واقف في الزاروبة صح؟ طيب ماشي انت داخل قانوني على البلد؟ سيدي طيب ليش قومت الدورية؟ سيدي والله ما قومت شي والغراء ما قومت شي يعني كلهم موجودين ما قومت حدا ما قومت الدورية كمشت بالسيارة وما عادش فرقت البرمجة ماشي هلا على كل حال حنعمل تحقيق معك منين مين اللي عم يعطيك البضاعة؟ قديه عم بيع الظرف؟ والله ولا مين صرخت صرخ يا صرخ قلت له هو سلام هو سلام ما قلت هو سلام والقران لا والقران ما قلت واخذ منا المصاري اللي علمناهم 20 و10 دولار ماشي هيوم بجايب صرك زمان عم تشتغل عنده لهيدا؟ لا بس انا جديد عنده والقران سيدنا انت بعتوا لك العصفور ملقب بالعصفور 20 و10 دولار طيب انت شو ملقب؟ العصفور سيدي والله قد ايه صرك بتبيع؟ شهر سيدي لصالح مين؟ صالح لما صرت تقاوم الدورية على الأرض وصرت لمين تصرخ؟ لا مين اللي قوص؟ سيدي كم رصاصة قوص عليك؟ 3 رصاصات سيدي على الأرض؟ عليكم سيدي وبالجو مين اللي قوص؟ قديه قوص تقريبا؟ شي تقريبا 30 ضرب سيدي بالبارودة بالبارودة؟ شو عنده كم قطعة سلاح عنده بالبيت؟ عنده البارودة كم بارودة؟ واحدة سيدي أنا بعرف كم فرد؟ كم فرد؟ وغيره من معه سلاح؟ ما بعرف سيدي انا بعرف اقوله لانه بس ليش انت تعيط له على الارض؟ سيدي ما قال لي بس حكوا شيء معك احكي لي صح لي قال لك بس يصير اي مشكله معك صح لي؟ ايه نعم سيدي هو قايل لك بوس عليك اذا اجى حدا عليك؟ لا ما قال لي شيء بس قال لي اذا حدا حكى معك صح لي صار انت بس صرخت ليش صرخت؟ مسحت له يا سيدي انا ما بعرف مين انت انتقل الجميع لمكتب مكافحة المخدرات وبدأ التحقيق شو بتشتغل أساساً شغل ديزاينر بالسوق طيب هلا أنت موقوف في شغل ترويج مخدرات صح؟ نعم انضبط معك هول المخدرات نعم سيدي لمين عم تروج مخدرات هناك؟ شخص اسمه ساكن بالبناية ذاتها؟ نعم أي طابق؟ خالص خالص قديه عم بيطلب منك بعض الظرف؟ 50,000 قد ايه بيعطيك يومية كمية لتتصرف فيها؟ شي 500,000 500,000 كيف بيتم الاتصال بالزبون؟ بيتصل فيك مباشرة ولا بيتصل بيه؟ بيتصل فيه وبيقول لك جاي شخص لابس كذا بتسلم طيب قد ايه بيعطيك بالجمعة؟ التحقيق بقضية المخدرات توسع وبيت في عدد من المطلوبين بجرائم الإتجار بالمخدرات وإطلاق نار أسماء باتت معروفة وأصبحوا من أكثر المطلوبين لمكتب مكافحة المخدرات يعني قد ايه بتبيع في اليوم تقريبا شي 500,000 وبأكثر شي 700,000 طيب هلا هيدا إطلاق النار يلي صار
على الدورية شو الإجراءات اللي بتتاخذ معنا؟ نحن مبدئيا نعمل محضر مراجعة نفوض الحكومة نسطر بلاغ لمطلق النار، إذا قدرنا نجيبه منجيبه، ما قدرنا نجيبه نعمل له بلاغ تحريض. يعني معلمه مطلوب هلا صار كثير تجارة مخدرات؟ صحيح تجارة مخدرات. واطلع النار؟ واطلع النار على الدولة. هلا هو مبدئيا هرب من بعد ما اطلع النار؟ أكيد. طيب في عندك شو المعلومات عبر الاستقصاءات انه الكميات يلي هيدا ببيعها؟ هذا يوميا عنده تصريف منيح كمية يعني ببلش من الساعة 4 بسكر على 12. لكن هلا ضمن هيدا المحضر التحقيق صار عندك خيط ثاني بدك تبلش تشتغل فيه؟ صح. هو تاجر المخدرات يلي تبين من خلال اعترافات هذا الشخص يلي صار معتقل، وجرم ثاني هو اطلاق نار على عدوريه من مكتب وكالة مروج آخر. موزع مخدرات بينشط بالضاحية الجنوبية. ألو أخال، أنا جوجو صاحب الأحمد، أنا وصلت على المشرفية. أنا ما موتيك بس صفوا على جنب، أنا واقف فوق، أنا واقف تحت الجسم. يلا ده شعره طويل. حاول قبل بمرة مكتب مكافحة المخدرات اعتقاله، ولكنه تمكن من الهرب من بعد ما أطلق النار وأصاب أحد عمال محطة بنزين على الطريق العام. أصر المكتب على توقيفه ونصبت كمين بمحيط منطقة المشرفية. وصلت المعلومة أنه بده يقوم بتسليم بضاعة على الخط العام، وأنه عم يتجول هالمرة برفقة أحد مساعدينه على متن دراجة نارية. الهدف ما وصل للمكان المتفق عليه، فالمروجين من عاداتهم المناورة وتبديل أمكنة لقاءاتهم. الأمتين حبيبي الأمتين سكر. المروج بيضل على طول بحالة قلق، يعني مثلا نحن بنكون عم فتش عليه وبيقعد عم يهرب منا، فمشان هيك بغير كذا محل، مشان هيك خاصة إذا ما كان واثق من السكون تبعه، يعني المطاعات اللي بياخذ منه، فبغير له محلات لحتى يضمن السلامة تبعه. بيكشف المنطقة كذا مرة يعني، ونحن المنطقة هو اللي يكون مرتاح فيها، بس نحن إن شاء الله بإذن الله يعني ما في تشغيل مخدرات بيزمط منا، لأن هذا الزلمة عم يبيع سم. هو جاي على الموتوسيكل. كيف مواصفاته؟ ليك هو جاي على نوع دراجة أرتستي لون أسود، بلا وجهها من قدام. المواصفات واحد لابس شابو، لابس حفر من قدام يعني بلا كمام، بروتيل فيش تقول، هيك مسيحة بأحمر ورمادي، واللي ورا لابس كنزي سوداء طويل دقن خفيفة، حاطط شابولون سوداء كمان. طب هو على أي طريق هلا معه؟ هلا يا بده يجي عن هالطريق، يا بده يجي من هنا بيجي الطريق. بس ما هني كرجوا لقدام يعني؟ لا مش نعم. بلا يا أخي. مش على رواق. أوكي ماشي. أنا موتوسيكل واقف فوق صار لها 5 دقايق، شفته؟ أنا بهز المحطة. ها شوف. أوكي يلا. شوف. ووصلت معلومة إضافية إنه قام بضرب موعد آخر على طريق منطقة الشويفات. انتقلت القوة وانتشرت وربضت على مداخل ومخارج الأوتوسترات من بعد ما تعممت أوصاف الهدف وشكله على جميع أفراد القوة. هاي الدراجة معنا. اتجاهك هو، أنا في اتجاهك. بدنا جفله شوي الحمد لله. نحن فعلا مصير مع سيارة.
غسان صار قريب منك كثير، صار قريب منك كثير، طار لبرا. بطي جهاز، بطي جهاز، بطي جهاز. يلا نط عليه يلا اوف 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 هاي طيب 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 شنو من جايبته هون؟ والله غلط. ما في غلط تليفون. وين الغلط؟ فين الغلط؟ وين الغلط؟ شوف كرسي الغلط. افراط 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 خمسات وعشرات. انا كنت واقف وقت كنت عم بتسلم على لطعول الماجستيك السوداء. الو بيلي بس كان زي لون زهر وتركتك مرقت على الفور بدا جمع المعلومات لاعتقال مروجين لهم صله بالشخص المعتقل فسيرت الدوريات باليوم التالي لتنفيذ الاعتقالات عنا مهمة على موقف حي السلم في شخص بده يجي يسلم مخدرات هون يجي مروج الحي السلم القديم الموقف العادي ايه في شخص بده يجي بسيارة مش عارف يمكن من هلا اكيد يعني جاي يسلم مخدرات هون على الموقف حد دفع يعني ايه ترويج حد معلومات معلومات لا انا مخبر هو بدق لشخص وبيجي هيدا بامرك رئيس طبعا طفوا الاجهزة طفوا الاجهزة طفوا الاجهزة لحظة شوي بدنا نحكي ها يلا الو ايه تقبرني ليك انا صرت على هيدا المريجي الدرج في مدرسة وراي يلا ياني نزل بالنزول ايه حوصل لدغري يلا دقيقة اكون على هيدا الفرن دقيقة على قد تقبرني يا خي انا حانطر على المحطة و انت ناطرني بالمحطة ايه اوكي تقبرني بامرك باي يا حبيبي عايز اللي عامل مع الزلمة وناخد اشارة من اللي السيارة الاساس اياها للكية ايه قالهم بس ما تطبوا علينا نتاكد لناخذ منه الاغراض حتى نتاكد لانه يمكن عم يضيعنا بالسياره حسب ما فهم صح قالوا يعني ما نفلت دغري مع بعض مين بده ينزل؟ ماشي بنقرب يعني؟ قرب 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 ما قرب عم بقول الكيا صارت على الموقف يعني لازم يكون وصلوا عند التاجر قربوا بس وقف 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 عشان يفتح الباب وقف ما عادش تتحرك خلص وصل حدا ولا بعد؟ وصل حدا وصل طبعا جكتس انا بدي طب على الهي بيتعاملوا معه بس خلي انتوا كم واحد على تاع السنترال كان زي حمراء وجلي سوداء هي البين بين طيب خفف فهم اوكي صار مبين واضح يا محمد والله كان بيعمل اهو
سكر اللي بيعمل منين؟ يلا وين صرته؟ على الخط البحري بمنطقة الروشة على طريق البحر. انتظرت القوة. ما وصل بالوقت المحدد. مجموعة رصد تعقبت وأكدت أنه توجه لمنطقة وسط بيروت وأنه عم يتجول بالطريق لتسليم مخدرات. بدك قرب اجي لعندك؟ ماشي. بدك اجي لعندك ماشي؟ وين هو هاي الشاب اللي واقف برا؟ ليك هيدا الشاب اللي بده يسلم اللي برا اللي عم يمشي خلص ايه؟ يلا نحن قراب رح يجي بسيارة ولا رح يجي ماشي؟ ليك تعرف يا ريان يلا يا شباب يعطيكم العافيه يلا تعرف بدل ابني يلا ما خيك عم توصل ما كل هلا بتقلي وين هي سياره ها باشو شو هي 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 انت بدك تعاون معنا انا ما بيهمني راسك بيهمني راس لك وقبل المره والله والله العظيم والله العظيم اللي اعمل بدك انت صغير بالنسبه له انت مروج صغير بيستعملك عقدك الهدف انكر الموضوع ولكن عم تفتيش السياره وين بالباب هذا بازل كوكايين وهذا شم هذا بازل هذا بازل ترك ترك اسمع اسمع المرة قلت لك وبرجع لك لا تمزح معي بهيدي المواضيع انت موقوف وحقي معك انا بالسابق وبتعرف شو الحكي اللي عم لك اياه انا ما عم ناور معك من الاخر بدي التاجر اللي سحبت منه البضاعه هيدول الكراتين الدخان انا بعرف انك بتحطهم بكراتين الدخان بدي الاشخاص اللي اخذوا منك البضاعه قبل ما نوصل دين ما تجاوبني اسمعني ما تجاوبني اسمعني فكر بكل كلمه بتحكيها لانه اذا بتحكي كلمه غلط رح امنك مسؤوليه كبيره لا علق هي اسمع اسمع كلمتين ولا تقطعهم كل علبه دخان فاضيه كان فيها بضاعه انا بعرفك شو بتشتغل وقديش قديش قيمك حالك أنا بعرف شو حالتك أنا بعرف شو حالتك ما تطلع وتحمل عن غيرك هاي دي ما فيك تحملها أكبر من كتافك فهمت؟ هاي دي المصلحة أكبر من أنك تحملها
ما بتحملها يوم واثنين مفكر هيك. اذا جاهز تتعاون انا ناطر. عم تعمل خدمات مجانية للعالم عم توزع؟ شو عم تعمل انت لك؟ حق الجرام 100 دولار شو عم تعمل فيه؟ واقف عم توزعها للعالم بلاش؟ لا يا بعرف انه لا. بدك تتعاون ولا لا؟ هو موقوف قبل مرة. انت شو بتفرق عن اللي بيحمل مسدس بيقتل واحد؟ هداك عم يقتلوا برصاص، انت عم تقتلوا بالكوكايين، شو الفرق بيناتكم؟ شو الفرق بيناتكم؟ مين بيقتل الوقت اللي بموت فيه؟ والله الطريقة اللي بتنكشف فيها؟ هيداك عم يقتلوا برصاصة وانت عم تقتلوا بالكوكايين، نفس الطريقة انت وياه، ما بتختلف عنه بشيء، انت زنديق مثلك مثله. هون؟ وين؟ لوين دفترة؟ يلا ليك انا مشيت هون. مروجي المخدرات بعد ما خلصوا وتجار المخدرات بعضهم موجودين، ولكن يبدو أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذت القرار بتنظيف الشارع من تجار السموم، ورجال الشرطة متابعين بعملهم حتى النهاية.